الو، اقول لكم خبر مهم جدا جدا لكل عشان النادي الاهلي بيتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك لاثاره الفتن بين الجماهير. معايا المتحدث الرسمي لمجلس النادي الاهلي الاستاذ شريف فؤاد. اهلا وسهلا بيك يا فندم. تخيل يا كابتن حميد، تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي وطموح النادي الاهلي العظيم. زي ما حضرتك تفضلت، الحقيقه ان بعد ان صاب الكيل، الحقيقه صاب الكيل بمسؤولي النادي الاهلي الذين تحملوا على مدى عام كامل الحقيقه بعض الخروج عن النص ومحاولات اثاره الفتنه وادخال الحقيقه بعض المسؤولين مسؤولي الانديه الاخرى انفسهم في شؤون النادي الاهلي، شيء يدعوك الى الدهشه يعني والاستغراب. وبعد الحقيقه ان بلغ هذا الخروج عن النص مدى خلال الايام القليله الماضيه، سواء في المؤتمر الصحفي او على قناه اليوتيوب الخاصه به او في مداخلته الهاتفيه مع احدى القنوات، كان في قرار بالاجماع من مجلس اداره النادي الاهلي انه من الان فصاعدا لن يتوانى النادي الاهلي عن حقوقه، ولازم حيكون في رد بشكل في اطار قانوني وقضائي دائم على اي خروج عن النص او تطور على النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي كما تعلم كابتن حميد كان حريص دائما على الروح الرياضيه وعلى علاقه الود اللي بتجمعه في كل عناصر اللعبه في مصر مع الانديه الشقيقه. لكن الحقيقه ما حدث مؤخرا مع رئيس نادي الزمالك فاق كل التوقعات، وهو مرفوض جمله وتفصيلا، والنادي الاهلي قرر انه هيكون في رد وتصعيد الى اقصى مدى اذا تكرر هذا الموقف يعني. وبناء عليه تقدم بالفعل زي ما حضرتك تفضلت الاستاذ محمد عثمان نقيب محامين القاهره والمستشار القانوني للنادي الاهلي بصفته وكيل عن مجلس اداره النادي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب ببلاغ اليوم الى معالي المستشار النائب العام ضد هذه الاكاذيب التي روج لها رئيس نادي الزمالك وجاءت في حق النادي الاهلي وخيانته. زي ما قلت لحضرتك في المؤتمر الصحفي اللي جرى بنادي الزمالك مؤخرا، والبلاغ كيل تحت رقم 429 لسنه 2019 عرائض نائب عام، وتطرق فيه الاستاذ محمد عثمان الى انه رئيس نادي الزمالك يتستر بالحصانه البرلمانيه الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الاخرين والشخصيات العامه بهدف الاساءه لسمعتهم وارهابهم، هو الامر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الامن والسلم العام. ورغم قيام المجلس الاعلى الحقيقه لتنظيم الاعلام باصدار قرارين رقم 57 و58 في سنه 2018 من رئيس نادي الزمالك من الظهور على الشاشات بظل خروجه عن القيم والمبادئ والاخلاق العامه، الا انه لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع النادي وحساباته الرسميه وكمنصات لاطلاق الاكاذيب والشائعات، ومستمر في الخوض في الاعراض واثاره الفتن بين الجماهير الرياضيه وابناء الوطن الواحد والتي من شانها المساس بامن وسلامه المجتمع. تضمن البلاغ ايضا ان الحصانه البرلمانيه مقرره لما يفتيه النائب من اراء وافكار في البرلمان ورجاله المختلفه ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية لها بالترغيب أو الترهيب، وبالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارا لارتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات، ولا تضع صاحبها فوق المسائلة القانونية دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأجيج العنف المجتمع. المستشار القانوني للنادي الأهلي الأستاذ محمد عثمان أكد في بلاغه أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي وما تلاه من مداخلات تليفونية أو فيديو على موقع يوتيوب هي أكاذيب ومحض افتراءات يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، كما أن التهم الواردة بحقه ليس لها علاقة بصفته النيابية وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم اقرارها في 2016 لرفع الحصانه البرلمانيه عن رئيس الزمالك لاتخاذ اجراءات تحقيق واحاله. الجدير بالذكر ايضا ودي اتطرق ليه الاستاذ محمد عثمان في بلاغه انه نيابه العجوزه بتباشر حاليا تحقيقات مستمره في بلاغ سابق لمجلس اداره النادي الاهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك، وندبت خبراء الاذاعه والتلفزيون بتفريغ الاسطوانات المدمجه التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الاهلي وقيادته. الحقيقه يعني ده كان مضمون او محتوى سريع للبلاغ المدعم بالاسانيد والاسطوانات المدمجه الجديده كابتن ميدو اللي قدمها اليوم الاستاذ محمد عثمان مستشار القانوني النادي الاهلي الى مكتب السيد النائب العام،
زي ما قلت لحضرتك انه الامر لن يتوقف عند هذا الحد. مجلس الاداره الحقيقه في حاله غضب عارم بسبب التطاول على جميع اعضائه وعلى رمزه كابتن التطبيق رئيس النادي، رجل دايما يتسم بلمسه الخلق والتعاون الرائع والنبل مع الجميع. يعني ان تجلس في بيتك وتتعرض دون سابق انذار بلا سبب بلا ذريعه الى هجوم الحقيقه واساءه شيء مسبب لنا اندهاش كبير جدا، وبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي لن يقبل بهذا الخروج عن النص وبهذا الامر، وسيتخذ كل الاجراءات القانونيه والقضائيه التي تحفظ حقوق كل منظومه النادي الاهلي وكل منتمي للنادي الاهلي العام. أكيد يا أستاذ شريف كلام مهم جدا، كان لازم النادي الأهلي يعمل كده، خصوصا زي ما حضرتك بتقول النادي الأهلي كبير والكبير دايما بيستحمل، لكن فعلا زي ما حضرتك بتقول فاض الكيل في كل حاجة. صحيح صحيح، يعني كابتن عبد الحميد زي ما قلت لحضرتك في النهاية هذه ممارسة رياضية، والنادي الأهلي كدأبه وكتاريخه وفي ظل قيادة مجلس إدارة النادي الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب كان بيسعى لتعميق هذه الممارسه الرياضيه وتعميق الروح الرياضيه، وان احنا نبتعد في الرياضه ونسمو فيها انه بالاساس هي منافسه للسمو بالاخلاق الرياضيه ولتعليم النشل والشباب قيم المحبه والتسامح والانتماء لهذا الوطن. مصر بلد كبيره كابتن عبد الحميد، وانت مقبل على تنظيم كاس امم افريقيه واستعاده قوتها واستعاده هيبتها، وهي الان تعود الى حضنها الافريقي. كنا بحاجة إلى أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، وأن تتسابق المؤسسات والأندية الكبرى لدعم اتحاد الكورة ولتخفيف حدة الاحتقان بين الجماهير، اللعب بورقة الجماهير في منتهى الخطورة. كابتن حبيب أنت عارف أنه معظمهم شعر صغير وبيكون متحمس، وأنت طول الوقت قاعد تضغط على النادي الأكبر صاحب أكبر جماهيرية، الجماهيرية الطاغية في مصر، وبالتالي الجمهور في حالة غضب عارم. نوع قضائية حتى لا يترك الامور يعني ان تخرج عن طاقه السيطره ويتم زياده الاحتقان والاثاره لدى ثم يحدث ما لا يحمد عقباه كما نقول. لذلك يعني نحن بانتظار الجهات القضائيه والقانونيه ومجلس النواب ان يقوم كل بدوره بمنع حدوث فتنه كبيره قد تاتي على الاخضر واليابس في هذا البلد الذي نحن سعداء باعاده بنائه وانطلاقته الكبرى في هذا العصر. استاذ شريف فؤاد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.